دابا حنا ولادنا كيخافوا. واش العيال غيبول في السر وغيجلس مع التلميذ؟ ممنوع يدخل شي واحد ما غير الاطفال، ما كنعرفوش شنو كيتم. امين الثقبه تما بحال حنا في عكاشه. هي صراحه خافانين على وليداتنا، علاش واقفين هنايا؟ كنخافوا عليهم من الزنقه، ملي تسمعتينا المؤسسه الطفل تغتصب وسط المؤسسه، هادشي اللي خوفانين منه. والله اعلم حنا ما شناش هادشي اللي كنسمعوا. دابا حنا ولادنا كيخافوا، خوفانين. كيفاش غتبقي تجيب ديتينا بانك تدخلوا العايز تيتو 7 سنين؟ العايز قد هذا، العايز 7 سنين في عمره قد هذا، قد ابني. كيفاش انا غنأمن على ولدي ندخلونا المؤسسه؟ ثاني حاجه بدا الكاميرات ما كاينينش في المؤسسه، ما كاينينش كاميرات. تينا كتشوف المؤسسه جات منا للغابه، يعني خصها كاميرات، خص الحارس. دابا كنعرفوا حارس واحد كاين هنايا كهذا الليل كهذا النهار، الله اعلم. خص حارس بعدا يكون واحد الليل واحد النهار، حنا كنعرفوا ديك الحارس واحد كاين كهذا الليل كهذا النهار، الله اعلم. يعني بزاف ديال الحاجه مفرطين فيها الصراحه. حنا هذا المدير هذا ماشي خصنا نظلموه، اولا مثلا حنايا غادي ننزلوا عليه ظلما وعدوا، ما عندنا ما حتى شي علاقه. حنا خصنا السلامه ديال المواطنين، خصنا السلامه ديال المدرسه تبقى القمه ديال، يعني الاولاد ديالنا كانوا يقراو هنايا، يعني الاولاد ديالنا قراو هنا كانت باقي حتى الحيط ما كاينش، فهمتيني ولا؟ هاد الاساتذه اللي كازو هنايا هما الاباء ديال الاولاد ديالنا. هاد المدير خصو يكون في المستوى ديال الاب ديالنا اللي يمثلنا ولادنا. يعني التواليطات، يعني كيفاش يعقل التواليطات؟ يعني ما كاينينش. دابا يا اخور اسكت، دابا كاين اخور العائل كيقول له ما نمشيش للتواليطات. واش العائل غيبول في السر وغيجلس مع التلميذ؟ حنايا ماشي في عالم القراوي، حنايا في عالم الحضاره. يعني الجهه ديال الغابه اللي الحيط الحيط ما طلعش غالي، تما الشمكاره كيدخلوا. الحارس اللي خصو يكون امين، يكون بان عنده مسؤوليه، كيحس بالمسؤوليه ديال الاولاد الناس، كيشدوا عليهم الابواب. المدرسه صبحت مشدوده، يعني كعباره على سجن. يعني الحارس كيهضر معاك مورا الباب، عاملين ثقبة تما بحال حنا في عكاشة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.